السلام عليكم. السلام. شلونك يا خالد؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية. طمنا عنك. الله يعافيك. الحمد لله. قديش عمرك البركة؟ أنت تعال شوي لهون يا زلمة. قديش عمرك البركة؟ 29. 29 سنة. كثير باين أصغر يا زلمة ما شاء الله. متزوج لعازب؟ لا عازب. إيه متى تزوج؟ 29 سنة مالك متأخر يا زلمة. قريباً إن شاء الله. قريباً؟ في حدا يعني هيك بالبال؟ آه خاطب. ما شاء الله. إيمتى العرس؟ إن شاء الله هيك أسبوع أسبوعين. يلا يا رب. نحضر عرسك ها؟ أهلا وسهلا. هو رح تعمله في كفر نوران؟ إيه والله. شو رح تعمل عرس في كفر نوران يا زلمة والجبهة بتبعد عنك ما بعرف كم متر؟ الحياة تبدأ من جديد يعني. لا تنتهي. الموت بيجي بكل ساعة والحكمان نولد أشخاص جديدة. الحياة تبدأ من جديد. يعني كل ما نحن نفرح الحياة بتبدأ من جديد. الحزن ما بيوقف. يعني الحزن النهار واحد. بس الفرح لازم يتجدد كل مرة. الله عليك الله عليك. إن شاء الله هيك يا رب أيامك كلها فرح. كم أخ أنتو؟ نحن 2 وأمي وأختي. والدك؟ والدي متوفي. الله يرحمه. صار له كتير متوفي؟ من 2008. من 2008؟ من 2008 لهلا أنت المعيل لعائلتك؟ لا في أخوي أكبر مني. أخوك أكبر منك. يعني 2 هلا. شو عم تشتغل أنت هلا؟ أنا مدرس وطالب جامعة. مدرس وطالب جامعة. وتدريسك هون تطوعي ولا بإجراء؟ لا في إجراء. في غير ما في غير ضيعة. في غير ضيعة بتدرس. الله يعطيك ألف عافية يا رب. طيب خيوك 3 أسئلة وأنت وشطارتك قد تتجاوب. مدرس أنت يا زلمة إن شاء الله. لازم هلا هيك تخرب لنا الدنيا. قبر صلاح الدين الأيوبي وين موجود؟ في دمشق. في دمشق. سؤالنا الثاني بيقول قبر خالد بن الوليد وين موجود؟ بحمص. بحمص. سؤالنا يلي بعده هو السؤال الأخير استاذ. سؤال بده هيك جهد. بده تسترجع كل معلوماتك. سؤالنا بيقول في أي سنة كانت حماة عاصمة سوريا؟ في سنة لا 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 لا, لا يا استاذ حماة ما كانت عاصمة سوريا. لا ليس. ايه من عيد السؤال في اي سنة كانت حماة عاصمة سوريا؟ لم تكن عاصمة كانت دمشق. برافو عليك استاذ. الله يعطيك الف عافية. والله هيك يفرج عنكم وان شاء الله هيك السنة الجاية بنجي بنشوف هيك في ولد حلو في ايدك. اهلا وسهلا فيكم. الله يسعدك يا استاذ. الله يكرمك. السلام عليكم. على راسي. الله يكرمك يا رب. عمي انت خط جبهة. برافو عليك. انت والله بطل صدقا بالله.